السلام عليكم، انا اكرم حماد ومعايا عمر الجبلي فريق بارفيروس. النهارده هنشوف تمرين ظهر جول، اول 6 تمرينات للمبتدئين، والمستوى المتوسط هيكمل معانا التمرين للاخر. وبالنسبه للراحه 45 ثانيه بين المجموعات و3 دقائق بين كل تمرين. البول اب بالشكل ده والتشين اب بالشكل ده. هنبدا بالبول اب 2 في 5 عادي. التمرين اللي بعده 2 في 5 بول اب ضيق. اللي بعده هيكون بول اب واسع 2 في 5 برضه. التمرين الجاي 2 في 8 تشين اب. التمرين الجاي 2 في 15 ثانية عقلة ثبات، هيبقى 5 ثواني فوق و5 ثواني في النص و5 ثواني تحت خالص، بتفرد ايدك. تمرين الجاي استراليان بلوبس 2 في 5، هتنزل العقلة في المستوى ده وتبدأ تلعب. هو بيكون في وضع الضغط، في وضع شبه الضغط بس مقلوب كده. احنا خلصنا تمرين المبتدئين، هندخل في المستوى المتوسط. التمرين الجاي هتكون 2 في 5 على ماجنوس، هتبقى بالشكل ده، ايدك مفروضة وبترجع لورا الظهر. التمرين الجاي اسمها سكين زكات، هتكون 2 في 3، هتكون بالشكل ده. اللي مش هيعرف يعملها هيعمل اللي جاي بالشكل ده، يزق في العقلة ويعدي جسمه. اللي مش هتيجي معاه خالص هيلعب ني ريزز. التمرين الجاي عقلة بيد واحدة 2 في 5، هيعملها تشين اب، هتحط تيشيرت تساعد بيه بالشكل ده. خمسة على اليد دي وخمسة على اليد التانية. احنا كده خلصنا تمرينة النهاردة. لو عجبكم الفيديو دوس لايك وسبسكرايب على القناة بتاعتنا على اليوتيوب.